أعلن الجيش الأردني في بيان له عن إصابة 7 من كوادر المستشفى الميداني الأردني في غزة، وذلك أثناء محاولتهم إسعاف مواطنين فلسطينيين أصيبوا خلال قصف إسرائيلي. نقل البيان عن ناطق رسمي باسم القوات المسلحة الأردنية قوله إن 7 من كوادر المستشفى الميداني الأردني في غزة جرحوا على مدخل قسم الطوارئ في المستشفى خلال محاولتهم إسعاف مواطنين فلسطينيين أصيبوا خلال قصف إسرائيلي. ووضح البيان أن إصابات أعضاء الطاقم بين طفيفة ومستقرة، مشيرا إلى أن زملائهم يقدمون العناية اللازمة لهم ولعدد من الأشقاء الفلسطينيين.